أنا في البداية يعني كانت الريشة مو الكلمة. في البداية كانت الريشة. الريشة سبقت الكلمة. طبعاً بوايد، وأنا من طفولتي أنا بأصير فنانة. حتى في المعرض في لوحة عمري 13 سنة سنة 64 مسويتها. ما شاء الله. ففي البداية أنا بس كان حلمي إن أصير بيكاسو، أصير أي فنان يعني عظيم، وكنت وايد متحمسة إني أنا يعني آرتس. وبشكل عام أنا انولدت في عائلة كلها فنانين. أختي التوأم فنانة، الحين بناتي فنانات، جدي الله يرحمه كان فنان، فإحنا عندنا الفن يعني بالجين مثل ما يقولون. ما شاء الله. إيه، ففي البداية أنا كنت أرسم، وكان عندي ضعف شديد في اللغة العربية، وعلى طول أسقط بالإملاء وبالقواعد لأن أنا درست في لبنان بطفولتي، وكان دراسة بالإنجليزي والفرنسي، وكان عندي يعني ما كنت أعرف عربي زين، ما أعرف أكتب وهذا. واللي أنقذني القراءة. وبعدين في مرحلة متأخرة يعني يمكن في المرحلة الثانوية بديت أكتب قصص وهذا. جميل. بس الفن كان هو الشيء الرئيسي في حياتي، وللحين حتى هذه اللحظة أنا يعني أشوف نفسي يعني وقتي أكثر حق الفن من الأدب. هل خدم الفن الأدب؟ بما أن هي الفن قبل الأدب، هل خدمت في هذا المجال؟ لا والله، هم كل واحد لغته غير طبعا، لأن تعرف أن الفن هو هني في أدواته غير، المساحة اللي تشتغل فيها، الظروف. يعني أنت ما تقدر ترسم بأي مكان، بس تقدر تكتب بأي مكان. جميل. يعني قلم ودفتر وانت بالطيارة، وانت قاعد على البحر، وانت قاعد وسط ربعك، ممكن تكتب، تنعزلين ذهنيا عنهم وتكتبين. ايه، بس مثل كتابي الأخير، أنا صدر لي كتاب أخير 62 نص شعري، كتبتهم كله في كوفي شوب في قهوة في برايتون بالصيف، الصيف 2016. ما شاء الله. كنت قاعد بالقهوة وارفع الجامعة وما أسمع الناس شي يقولون، قاعد أكتب. ف بينما الفن انت يبي لك مساحه، مكان شغل، هني في الوان، في ادوات، في تكنيك، في تقنيات، في حسابات، زين شنو تحط مع شنو شنو، فالعمليه اكثر معقده من الكتابه. جميل. يعني فيها يعني العمل نفسه النفق ماله غير، هذا نفق غير وهذا غير.